ولذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أيام حكومته يتحمل كل المشكلات لنفسه حتى لا يتحمل أحد من رعيته سواء كان مسلما أو كافرا أي مشكلة. ولكن عندما ننظر في تاريخ الحكومات الإسلامية التي حكمت زورا باسم الإسلام والتي سمت أنفسها خلافة لرسول الله وسمى الحكام أنفسهم زورا وكذبا خلفاء لرسول الله نجد العكس والعكس، وبالمئات والمئات من المظالم، بالمئات والمئات من الإجحاف والتبذير والإسراف.